مباشرة من قنفودة، وعبر الهاتف تنضم إلينا إحدى النساء العالقات في المنطقة، السيدة هدى. ابتداء مرحبا بك سيدتي. السيدة هدى مرحبا بك. إذا انقطع الاتصال، وسيدة أخرى السيدة عائشة وهي إحدى اللواتي خرجنا مؤخرا من قنفودة المحاصرة. سيدتي مرحبا بك. السيدة عائشة مرحبا بك. طيب إذا كانت السيدة عائشة معي تمر لي الآن. إذا يبدو أن صعوبة الاتصال أيضا تلحق حتى سكان مدينة قنفودة ممن حوصروا وقطع عليهم الماء والكهرباء. السيدة عائشة تعود إلينا. مرحبا سيدتي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتداء دعينا في الحدث هناك في قنفودة، ما الذي يجري من حولكم؟ والله يا وليدي أنا طلعت الفترة الأخيرة من قنفودة، آخر جرافة طلعت من قنفودة. طيب بما أنك أنت آخر النساء اللواتي خرجنا من قنفودة، يا ريت تصفين الحال على الأقل لما خرجتي من قنفودة. والله ايش نحكي لك، مأساة صراحة، واللي قاعدين غادي عايشين في مأساة، يلطف الله بهم، ينظر الله في حيلهم يا وليدي، حيلة صعبة شكل لا يوصف. يعني ايش نحكي لك، احكي لك على المقعد غادي او الخروج من غادي، ما نحكي لكش يعني شنو الوضع، حتى الخروج كان صعب 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 للغايه. لا احكي لي، فيها مريح ولا طلعنا منها سهوله يعني. لا نبيك تحكي لنا وتحكي للمشاهدين اليوم، احكي لنا عن الصعوبات اللي يواجهها اهل قنفوده، ما الذي يجري هناك؟ احكي لنا عن الصعوبات، يعني الحاله هناك الانسانيه. الحاله الانسانيه ماساه، سبحان الله. لطف ربي بالناس بس مرحم تعبيهم، انه يعني منزل رحمته على اهل قنفوده. ما فيش حياه معدومه الا برحمه ربي، يعني كل شيء برحمه ربي سبحان الله، لا ماء ولا مستشفيات ولا كهرباء ولا مستشفيات، سبحان الله سبحان الله، يعني حياه ماساه. كيف يتعايش اهل قنفوده حاليا، او كيف تركتيهم يتعايشون في اجواء القصف؟ كيف يتعايشون مع اجواء القصف واجواء يعني الضرب الجوي والبري؟ والله سبحان الله عايشين في رعب، والله قلت لك لطف ربي بهم، ان شاء الله ربي يلطف بهم ويجعل لهم مخرج. رعب رعب غير عادي، يعني نحكي لك انا ام الاطفال الصغار خرجت كنت نبي ننفذ بروحي يعني. سبحان الله خرجنا اطفال ونساء في رعب غير عادي، تمنينا نخرج كلنا مع بعضنا، لكن شاء القدر ان طلعنا مجموعات، مجموعه طلعت ومجموعه قعدت وصعبين علينا اللي غادي، نسال الله ان يلطف بيهم. انا حاسالك عن طريقه خروجك وكيف الصعوبات، لكن بما انك ذكرتي الاطفال، يعني هناك ما هو حل الاطفال؟ كيف يتعامل ايضا الاطفال هناك في قنفوده مع هذه الاجواء الصعبه؟ والله الاطفال يلطف بيهم ربي، مساكين لهم شعرين بطفولتهم، لهم حاسين بحياه غير عاديه، لهم في ماكل ولهم في مامن ولهم في مشرب ولهم رعب غير عادي، الاطفال ضحت في نظرات عيونهم رعب ومشكى لله المشتكى، يعني لله المشتكى، نحن لا نشكي الا لله عز وجل، وان شاء الله ربي يجعل لهم مخرج. اطفال تنظر في عيونهم تلقى الشكوى غير عاديه، رعب غير عادي، ينظروا للسماء، ينظروا في الاشخاص، ما فيش حد حميهم الا الله عز وجل. ما فيش حمايه، جوا الحوش رعب، برا الحوش رعب، لعبهم رعب. الله المستعان، يعني سبحان الله تقول قاعدين في بلاد اخرى، مش في بلاد مسلمين بكر، مش في ليبيا، مش في ارضنا قنفوده اللي كنا عايشين فيها نحن وناسنا واهلنا اللي في بنغازي. سبحان الله الرعب ياتينا من بنغازي، من اهل بنغازي. طيب يقصفوا فينا اهل بنغازي سبحان الله. عزيز الطيران، صوت الجراد، انواع الاسلحه، جميع ما تسمي، العيال الصغار عارفينهم، هذا هاوزر، هذا زراد، هذه طيارة، هذه سبحان الله، أطفال صغار ويحكوا في حاجات غريبة عجيبة، يميزوا أنواع الأسلحة، يجروا حتى للأم، عاش تموا يجروا للأم، تموا يجروا في الخلام، عاش يقدروا يلتجوا لحد، لأن شايفين كله خايف، الأم خايفة والأب خايف وكله خايف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أنا أريد أن أسألك، يعني كيف كانت عملية خروجكم يعني؟ والله عملية خروجنا سبحان الله نمشوا ويعني صعوبة، نمشوا للميناء يعني تقول قليل لهم ان احنا نبغى نخرجوا، يبدا فينا القصف البراميل، نقعدوا لغايه ما
خلاص ما يعيشوا من الخروج، من الخوف متاعهم يعيشوا من الخروج، ومن الخوف يقعد رعب أكثر، ويوم الخروج هذا يقعد يوم حيفل بالبراميل وبالجراد وبال لا إله إلا الله. ردوا مكسورين الخاطر وردوا لبيوتنا وردوا نبوا نخرجوا خلاص ما عادش لنا. ولما يصير خلاص إنه خلاص نبوا نخرجوا ما يصيرش الفرج من عند. طيب لو خلينا أكثر تفصيل، يعني كيف تنقلتم؟ عن طريق البحر؟ كيف وصلتم إلى هنا؟ ما فيش خروج إلا عن طريق البحر. استحالة أن تخرج عن طريق البر. الرعب يأتيك من سبحان الله، أنت تسمع الطيران يأتي من شورهم، كيف تبي تخرج لهم؟ تسمع الجراد جاي من شور مناطق المنطقة اللي نحن فيها، كيف تبي تخرج؟ وين شارق غارب؟ ما فيش إلا البحر. لما يعرفوك انك خارج من البحر يبدو فيك وعد الله رعب غير عادي. يوم اللي نخرج ونلقوا نساء وشيوخ نقدر نعطوا في الاولويه للاكبر. كم حمل كم خايفه على ابنائها الاب خايف يعني انت انت بالذات كم مره حاولتي الخروج؟ والله يا وليدي انا اكثر من 4 مرات والرد مكسوره الخاطر ونبكي ويصير لي حاله هستيريه ونقول مش مشكله خرجوا مجموعه، نحن المجموعه ان شاء الله الجايه. يوم اللي خرجنا خرجنا بصعوبه صعوبه غير عاديه، يوم اللي خرجنا سبحان الله. طيب لو سألت يعني متوقعين الموت حتى في البحر، يعني سبحان الله لحقونا حتى في البحر ونجينا الله في البحر. يعني عندما ركبتم الجرافة مثلا ايش حصل معاكم؟ والله في الجرافة سبحان الله ركبنا بطريقة غريبة عجيبة، ركبونا في بطاح ومن بطاح في كشيك سبحان الله. نساء بنغازي، نساء عزيز بنغازي، شيب بنغازي، ركبوا في طريقة سبحان الله تقول هاربين من مش من ناسنا ومن هلنا، تقول هاربين من اليهود، وهم فعلا يعني عملونا معامله سيئه جدا. منين عرفونا خارجين جميعا انواع الاسلحه وجهت الينا. كم عدد الذين انتقلوا منكم الى البطاح؟ كم والله كان عدد كبير، كان مزدحم بالعزائز والثياب كبار السن، في من اللي اغمى عليه مش كان ما كانش راغب في الخروج، لكن من قوه الضرب اغمى عليه ركبناه، واغماء عليه ركبناه من قوه الضرب علينا وركبنا. كان عدد كبير بكل والله، كان يعني عدد كبير هذا كله ركب في البطاح. من البطاح ومن البطاح نزلونا ركبونا في كشيك كبير، وثم ينزلوا فينا في المركب، وبكاء شديد اطفال. والله في مراه كانت جايبه لها قريب اسبوع مسكينه من كثره خوفها نسيت البيبي متاعها، لحق لنا هذا الحيق نحن العجائز الكبارته من نمدوا فيه لبعضنا وبتل الطفل هذا، وبكاء شديد كان، بكاء انهيار عند الشياب الكبار، كان انهيار غير عادي، بكاء صوت بكي شجي. والله تمنيت انهم يحقوها رب بنغازي، كان نبي تنهض عندهم الهمه شويه وينهضوا بعائلاتهم وناسهم. قبائل ليبيه، قبائل عريقه. كم تركتوا من كم تركتوا من العائلات؟ يعني هناك عدد كبير الان موجود في قنفود لا زال. عدد غير عادي والله، عدد رهيب يصدق. يعني لما ركبنا نحن راكبين وسايبين ناس تجري في جرتنا تبي تركب تبي تنزل من 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 هالها وناسها اللي في بنغازي اذوها. ركبنا ونحن نشوف فيهم يزار ونساء واطفال، وكنا تمنينا نحن نقعد ويمشوا هم ونحن نمشوا معاه، وكان ماساه. يعني يوم ما كنتش نصدق اني نحكيه في التاريخ ولا نحكيه في التشاشات، ولا كنت نتمنى نحكيه للناس. من هلنا في بنغازي يضربوا فينا، اولتنا يضربوا فينا، هلنا وناسنا شبهونا باشباء غريبه وسمونا مسميات غريبه. لله المشتكى، لله المشتكى. نحن حقيقه نقدر هذه الدموع، نقدر هذه العبرات، ولعل فيها ايضا رساله لجميع من يسمعنا حقيقه، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. رسالتك اللي تحبي توصلها على الأقل. والله رسالتي لأهلنا في بنغازي، وأهلنا في طبرق، وأهلنا في المرج، وأهلنا في البيضة، وأهلنا في القبة، أنهم ينهضوا وينهضوا ويخلوهم متهم عالية لله من الحد، مش الحفتر، لله لأهلهم وناسهم اللي في قنفودة، خواتهم اللي يستنزدوا، خلوهم متهم عالية ويلموا أرواحهم وينهضوا دينهم وينهضوا نسائهم وأعراضهم، يخلوا واحد كيف بالعيد الشيخ يهينهم، يخلوا الناس تهينهم، يخلوا الناس تبهم مسميات غريبة، هم مثلهم أهلنا في الشرق، همتهم عرب القبة، عرب طبرق، وعرب البيضة ينهضوا، يخلوهم متهم عالية يصعدوا بها القمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن بنغازي وعن قنفودة. أشكرك سيدتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميعا.